السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا كلكم بخير وكل عام وانتم بخير. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم بعض الحلويات بدون فرن. نشوف مع بعض المكونات. أنا عندي هنا بسكوت، يعني أي نوع ديال بسكوي طحنته، وعندي الكوك توا طحنته، عندي حليب مكثف محلى، وعندي بعض المكسرات. نشوف الطريقة. أول حاجة غندير هذا الخليط ديال البسكويت في إناء، وغندير الكوك في إناء آخر، الكوك غنضيف عليه الحليب محلى، نضيف كميه ونشوف شحال غادي يحتاج. هو جا شويه بحال يعني فازق، ولكن غنخليه يتشرب هاد الكميه، ومن بعد لقيتو انه محتاج الكوك غنزيد فيه الكوك. البسكوي غنضيف عليه النوتيلا، وممكن لحتاجيت غادي نضيف الحليب محلى. نسيت نضيف كاكاو. كاكاو حمصته في الفران وطحنته، غنزيد عليهم هذا باش يجمع حليب محلى. ممكن ديروا العسل او مربى، اي مهم حاجه تجمع المكونات. انا غنحول الخليط هنا لانه هذا ما كفانيش، يعني ماشي مريح، كميه كبيره. وغنضيف عليه مازال الحليب، فتحت علبه حليب مكثف. جمعت هذا الخليط كله بهذا الشكل، يعني اللي غنكونهم وكل غنديرهم بحال هاد الشكل. انا غناخذ من هاد الخليط جوز الهند، يعني تشرب كميه الحليب المحلى. غناخذ ندير كوار كبر من هادو كلهم، بحال هاد الشكل. انا كملت هادو غندخلهم للمجمد حتى يتجمدوا، عاد غنزينهم بالشوكولا. وهادو ربعة غادا نديرهم، انا خصني ما لقيتش شي حاجه باش ندير بها بلاصه بحال هكا، غندير غير بصباعي. وهادو غادي نديرهم في الكاكاو، وندخلهم هادو الفريكو تيتجمدوا. هادو نحطهم في الثلاجة، بعض الحبات ندير فيهم هادو، ماشي كتير حيت القوالب صغيرة.
انا درت انا مجموعه بالشوكولا البيضاء، هذه اللي هي الشوكولا اللي بالحليب، وهذه شوكولاته غامقه. ندير جزء من هذاك الخليط درته هنايا وغنطلقه. هذا في درت كور وهذا اصابع. عندي كميه من الشوكولا، هذه اصلا شوكولا فيها هي فيها كل المكسرات، نضيف عليها كميه زياده من المكسرات. كل واحدة نحط فيها حبة بندق، البندق أنا حمصته في الفرن. وندخل مت الليل. مهم أن التليفون جنني، كل مرة كنت فيه خدمة واحدة الميموري عامرة. هادو درت ليهم، حطيت ديك الشوكولا لصقتهم بالناباج، حطيت عليهم شوكولا من فوق. ما عرفتش تصوروا ولا والله ما عرفت. شكلهم اشكال بسيطه وغنديرهم في الثلاجه. هادو اللي تتحط في الفريزر صافي يتجمدو، غندير ليهم شوكولا. هادو ما عنديش ليهم شوكولا، هادو صافي يعني بحال هكا واجدين، غنديرهم غير في الاوراق. عندكم شبكة ديرو باش تقطر منها شوكولا ديرو احسن، انا ما عنديش بصراحة، غندير غير هكا ومن بعد غنحيد داك الفائض ديال الشوكولا. نرجع من الفريزر باش يجمدوا مرة أخرى. هذه الشوكولا اللي كديراها في هذيك القوالب جمدات، وهادو كنت مقطعاهم فاش طلقت جزء من هذيك العجينة ديال البسكوي والكاوكاو، درتو على هاد الشكل قلوب ودوائر وهذيك بحال الوردة. دابا غادا نلصقهم بالناباج، ممكن تلصقهم إما بالناباج أو بشوكولا أو بالكونفيتير. انا كملت هذا بهذا الشكل. درت هنايا كمية من الشوكولاتة البيضاء. هادو زيتهم بالخطوط بالشوكولا البيضاء وغنديرهم في هاد الوردات. انا درت هادو بالشوكولا البيضاء، درت يوم هذا القرقاع واللوز مهرمش، وهاد الباقيين غندير عليهم شوكولا غامقه. انا جهزت الحلوى كلها غدا نستفها في البلاطو، يعني درت هاد الاشكال وهادو ودرت هادو. غندير هادو
وعلى الشكل النهائي الطبق بصراحة أنا درت جوج، درت هذا ودرت واحد آخر ناصري لأن البلاطو ما كفانيش، درت هذا بجوج. أتمنى تكون عجبتكم الأشكال ديال الحلوى، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا ديروا لي لايك وتشتركوا في القناة، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو القادم، وكل عام وانتم بخير، ربنا يعيد عليكم أيام بخير إن شاء الله، مع ألف سلامة.